النهاردة الفريق كامل وزير للمرة التانية على التوالي بيروح الهيئة الخاصة به، هيئة معنية به، هيئة التنمية الصناعية. راح السبت اللي فات وقال لهم ما عندناش أجازات السبت، ترجعوا على طول نشتغل سبت وحد لحد يوم الخميس. كانوا بياخدوا أجازة طبعا السبت، فقال لهم لا هنبدأ نشتغل يوم السبت، فاشتغلوا النهاردة من السبت. فالفريق كامل وزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة عمل النهاردة هذه الجولة في هيئة التنمية الصناعية. اللي لقاه الفريق كامل وزير النهاردة هو كاشف، موقف كاشف لتعطيل مصالح الناس. ده موقف على فكرة اللي اكتشفه النهاردة هتلاقوه في أماكن كتيرة كده. يعني هو فريق كامل دخل فسأل وبدأوا النهاردة، رجعوا وبدأوا يستلموا الناس تروح، مستثمرين وناس عايزين مصالحهم تخلص، فبدأوا يروحوا النهاردة السبت. ما كانش السبت ده، كان أجازة، فبدأوا يشتغلوا ونزل الناس طبعا تشتغل. فقال لهم احنا في عرض يوم تاخدوا أجازة؟ لا، ابدأوا يشتغلوا. فدخل الفريق كامل وزير عمل الجولة اللي قدام حضراتكم وبدأ يتكلم مع الناس ويتكلم مع الموظفين ويتكلم مع المستثمرين، وطبعا واضح انه ايه بيشوف من اول يوم واحدة واحدة. فلقى مواطن، اللي مواطن كلم معاه، انت ايه المشكلة؟ قال له والله انا سيادتك جاي من شهر فبراير. قال له ايه من شهر فبراير؟ قال له بتعمل ايه؟ قال له والله مقدم طلبات. اوريكم بس المشهد ده كاشف قوي قدام حضراتكم. ايوه، هذا المواطن من شهر فبراير مقدم طلبات، الورق بتاعك كامل؟ قال له ودفعت كمان الرسوم كلها. قال له وبعدين؟ قال له رايح جاي من شهر فبراير لحد النهارده، واحد رايح بقاله 5 شهور عشان ياخد موافقه عشان يصدر. تخيل، مستني 5 شهور. انت متخيل تكاليف ال5 شهور دول ايه؟ تكاليفهم قد ايه؟ طب انت عشان كده ايه؟ تزهق الناس. ما في بيروقراطية. عايز اقول لكم النموذج اللي قدامكم ده اللي وجدوا الفريق كامل وزير واكتشفوا الفريق كامل النهارده، هذا النموذج موجود بيعشعش في اماكن كتيره، وانا كنا الاسبوع اللي فات كله حلقات كلها بتتكلم على النموذج ده. ده واحد منهم تم اكتشافه النهارده. يعني كل اللي بيتقال على تعطيل الناس والبيروقراطية ومصالح الناس، أيوة مش عيب إن احنا نكتشف الكلام ده، مهم نكتشف، بس العيب إنه الكلام ده يستمر. لا، الفريق كامل وزير النهاردة هسمعكم الموقف، لأن الموقف ده هو موقف كاشف. وللأسف بعض الموظفين، البعض في الجهاز الإداري للدولة بيعطلوا مصالح الناس، بيعطلوا استثمارات، بيعطلوا، أيوة بيعطلوا استثمارات، بيعطلوها. طب اسمعوا الحوار ده وكيف تعامل الفريق كامل وزير مع هذا الموقف. عايز اقول لحضراتكم، ما انت خلي بالك، هو ده لازم يبقى كده. الفريق كامل كمان ادى قرارات يعمل ايه ويتعمل ايه ويخلص في وقت قد ايه. اللي بقى له الراجل ده بقى له 5 شهور، ده كويس انه جه النهارده. كان ممكن يقعد تاني، حظه النهارده كده. بس خلي بالكم، فريق كامل وزير بعد الـ الجوله ديت واللي شافوا النهارده كده، طب اسمعوا الحوار، اسمعوا.